المنشآت الصحية بإذن الله تعالى حكومية وجامعية وخاصة خالية من التدخين بإذن الله، وسيتم تطبيق القانون بحذافيره من غير المقبول ومن غير المعقول إطلاقا أن يكون هناك منشأة طبية مغلقة وبعض الأشخاص العاملين أو المواطنين أو المترددين يمارس هذه العادة السيئة لكي يضر الآخرين. من حق الإنسان أن يعيش في جو خالي من التلوث، وأول أنواع هذا التلوث هو التلوث الهوائي. نتكلم كمواطن عادي وإزاي أن هذه العادة قد تستعبد الإنسان، قد تؤدي إلى كثير من المشاكل. فأنا بعده نحكي تجارب شخصية عشان وكيفية القدرة وكيفية الاستطاعة الإقلاع عن هذه العادة السيئة كي نكون يعني قدوة ونتحرك وندي للناس وأبنائنا وكل المواطنين هذه العادة السيئة، وبالذات تدخين الشيشة كمان ده من الأشياء السيئة جدا. معالي وزير حضرتك لم تناقش نقطة الإي سيجاريتس أو السجائر الإلكترونية والشيشة الإلكترونية وهنا بقت ظاهرة. بالعكس، العالم كله بيتحدث أن هذه الطريقة ليست طريقة للإقلاع عن التدخين، ولكن قد تؤدي إلى مشاكل سرطانية فيما بعد. هذه وسيلة من الوسائل التجارية ولكن غير مسموح بها حتى الآن في مصر.